السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي اسأل طبيب. مساكم الله بالخير متابعينا الكرام، في هذه الساعة الكاملة اللي بنستعرض فيها موضوع جديد وهو عن الغدة الدرقية، بنجاوب فيه على استفساراتكم خلال ضيفنا بالاستوديو. طبعا مشاهدينا، تتحكم الغدة الدرقية بمختلف وظائف الجسم، وبالتالي فإن أي خلل يصيبها يمكن أن يؤثر على كافة أجزاء الجسم. وتعد اضطرابات الغدة الدرقية من أبرز المشاكل الصحية شيوعا بين النساء، ويمكن التعرف على وجود خلل بها في وقت مبكر من خلال بعض العلامات. فعلا دكتور محمد، وهناك مجموعة من الأعراض عند الإصابة بخلل في الغدة الدرقية، سواء كان قصور في الغدة أو فرط في نشاطها، ومن شأنه أن يسرع أو يبطئ في عملية الأيض لدينا نتيجة لاختلال إفراز هرمونات الغدة، وبالتالي نشعر بسلسلة من الأعراض اللي تأثر على الجسم والحالة المزاجية. مشاهدينا، بيكون معنا اليوم الدكتور ماهر شاهين، استشاري وأخصائي الغدد الصماء والسكري. مساك الله بالخير دكتور. مساك الله بالخير. بكم وكافة المشاهدين. في البداية دكتور، لو تكلمنا عن الغدة الدرقية وعن تشريح الغدة الدرقية. في البداية حول ماهية الغدة الدرقية، الغدة الدرقية هي غدة صغيرة الحجم مفردة تتوضع أسفل العنق تحت تفاحة آدم أمام الرغامة أو القصبة الهوائية. خلفها يوجد أربع غدد صغيرة جدا تسمى غدد جارات الدرق، تقوم بتنظيم الكالسيوم بالجسم. طبعا الغدة الدرقية تأخذ شكل فراشة مفتوحة الجناحين، وزنها تقريبا بحدود 15 إلى 25 جرام، تتألف من فصين أيمن وأيسر، أبعاد كل فص حوالي 4 سنتيمتر من حيث الطول، تقريبا 2 سنتيمتر بالسماكة. طبعا دكتور، انت يعني تفضلت مشكور وخبرتنا عن تكوين والتشريح للغدة الدرقية. لو الحين دكتور نتكلم عن وظائفها، كيف تعمل هذه الغدة الدرقية؟ يعني في المقدمة شفنا ان هناك مشاكل اذا كان في اعتلال في وظائفها، فما هي وظيفة هذه الغدة؟ تمام. الوظيفة الأساسية للغدة الدرقية هي انتاج مجموعة من الهرمونات اللي تسمى هرمونات الغدة الدرقية. الهرمون الرئيسي في هذه المجموعة هو الثايروكسين، حوالي 80% من الهرمونات المفرزة هي الثايروكسين او التي 4، حوالي 20% هو ثلاثي يود التيرونين أو التي 3. طبعا الغدة الدرقية تفرز هذه الهرمونات إلى الدم مباشرة، هذه الهرمونات تؤثر عبر مستقبلات لها في جميع أنسجة الجسم. طبعا من المعروف أن الغدة الدرقية هي لا تعمل بالحالة الطبيعية، لا تعمل من تلقاء نفسها، إنما تخضع لتنظيم غدة أعلى منها، هي الغدة النخامية. هي غدة صغيرة تتوضع في منتصف الدماغ. الغدة النخامية مسؤولة عن تنظيم مجموعة من الغدد بالجسم من ضمنها الغدة الدرقية، عبر إفراز هرمون هو الـ TSH أو الهرمون المنبه أو الحاث للغدة الدرقية. هرمون TSH يؤثر على الغدة الدرقية فيحرضها أو يعطيها أوامر بإنتاج وإطراح الهرمونات إلى الدم مباشرة. طبعا مستقبلات هرمونات الغدة الدرقية موجودة في كل أنحاء الجسم، وبالتالي هي تتداخل في عمل كل أجهزة الجسم من خلال ما تداخلها بما يسمى بعملية الاستقلاب أو الأيض. فدكتور، ممكن يكون تحدث حالة مرضية في اختلال في هرمونات الغدة، إن كان فرط نشاط أو خمول، فكلمنا عن الأعراض اللي ممكن تظهر على المريض اللي يعاني من كلتا الحالتين. تمام. بالبداية الاضطرابات اللي تصيب الغدة الدرقية تنقسم إلى اضطرابات ممكن تصيب بنية أو شكل أو حجم الغدة الدرقية، تشمل زيادة بحجمها، تشمل كيسات أو تشكل عقد أو كتل أو حتى سرطانات داخل الغدة الدرقية. وهناك نوع آخر من الاضطرابات تصيب وظيفة الغدة الدرقية بحد ذاتها. بالنهاية كل الاضطرابات التي تصيب وظيفة الغدة الدرقية تتمثل في الأخير بإما زيادة بإفراز هرمون الغدة الدرقية أو نقصان بإفراز هذه الهرمونات. طبعا ليس بالضرورة هناك ترافق ما بين اضطراب بحجم أو بنية الغدة الدرقية مع وظيفتها. ممكن يكون عندنا غدة درقية كبيرة الحجم تحتوي على العديد من العقد ولكن وظيفتها سليمة 100%. من المقابل ممكن تكون الغدة الدرقية كبنية وحجم سليمة وخالية من العقد والكيسات، ومع ذلك هناك خمول أو قصور بالغدة الدرقية أو زيادة بإفراز الغدة الدرقية. طبعا الأعراض الغدة الدرقية بالبداية هي أعراض غير نوعية أو أعراض عامة، خاصة أعراض قصور الغدة الدرقية. مصطلح قصور الغدة الدرقية يعني أنه الغدة الدرقية غير قادرة على إنتاج هرمون الثايروكسين وغير قادرة على إطراحه بالشكل الكافي ما يتوافق مع متطلبات الجسم. طبعا هذا الشيء بمعزل عن الغدة المسيطرة الأعلى اللي هي الغدة النخامية. في حالات تكون لها علاقة بالغدة النخامية وهي حالات نادرة، احنا نتحدث اليوم عن الإصابات البدئية التي تصيب الغدة الدرقية بحد ذاتها. عادة أعراض قصور الغدة الدرقية هي أعراض
غير نوعية، أعراض عامة تبدأ بشكل بسيط تتطور تدريجيا، ممكن هذا التطور يأخذ عدة سنوات. عادة في حالات كثيرة يتأقلم المريض ويتأقلم الأشخاص المحيطين بالمريض مع هذه الأعراض، يعزي المريض هذه الأعراض لأسباب أخرى مثل التعب، نمط الحياة، الحالة النفسية. حتى بالنهاية تعطي أعراض صريحة وواضحة 100% اللي هي تعبر عن أعراض قصور الغدة الدرقية العميق إحنا نسميه. هلأ عادة تظهر بزيادة خفيفة بالوزن مع شهية خفيفة، ممكن تظهر على شكل تعب أو إرهاق، ممكن تظهر على شكل النوم العميق والتطاول ساعات النوم، أيضا الإمساك والألام البطنية، أيضا ممكن تظهر بتعب بالعضلات أو آلام العضلية أو حتى آلام المفاصل. طبعا حالات متقدمة من قصور الغدة الدرقية تظهر على شكل بطء بالقلب، ايضا نقص بالسمع، من ممكن يكون نقص بالنظر، حتى تسبب ما يسمى بتوقف تنفس انسدادي اثناء الليل او اثناء النوم يترافق مع الشخير. طبعا عاده الاضطرابات الغده او قصور الغده الدرقيه اللي تصيب النساء يتم تشخيصها باكرا، لانه نقص افراز الغده الدرقيه يسبب تطاول بالطموث وحتى تباعد بالطموث وغزاره الدم الطمث. فعادة تكون هاي العلامه المميزه اللي تخلي معظم النساء يراجعون اطباء مشان موضوع مشاكل الدوره فتكشف الغده الدرقيه. عند الرجال تتاخر الكشف بسبب ان الاعراض غير نوعيه، حتى تصير اعراض متقدمه تشمل حتى احيانا الصوت الغليظ والعميق. بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية، يعني هو زيادة إفراز هرمون الغدة الدرقية لأي سبب إن كان. فرط نشاط يظهر بأعراض عكس أعراض قصور الغدة الدرقية، تشمل أعراض النقص في الوزن مع شهية جيدة، تشمل أيضا آلام صدرية أحيانا، تشمل تسرع بدقات القلب أو حتى عدم انتظام دقات القلب، التعرق الزائد، الرجفان بالإيدين، الأرق واضطرابات النوم، حتى ممكن يكون ملمس الجلد ناعم ويكون رطب أو دافئ، اضطراب الوظيفة الجنسية، اضطرابات الدورة الشهرية عند الإناث. في قسم من المرضى يندرجون تحت مرض معين اسمه داء غريفز أو فرط نشاط الدرق المناعي الذاتي، يطورون إصابة عينية، حوالي تقريبا 30% منهم يطورون إصابة عينية. عادة أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية هي أعراض صريحة وواضحة، ليست كأعراض القصور الغدة الدرقية المخاتلة. دكتور سامحة، بس قلت إصابة عينية، شنو بالضبط هذه الإصابة العينية؟ الإصابة العينية في أمراض الغدة الدرقية اللي هي تخص أكثر شيء داء غريفز، من الممكن يحدث تورم بالأجفان في قصور الغدة الدرقية، ممكن يحدث نقص بالنظر في قصور الغدة الدرقية، ولكن هذا القصور العميق الغير معالج لفترة طويلة المهمل يعني. نعم، ولكن فرط نشاط الغدة الدرقية ممكن يعطي إصابات نوعية مثل جحوظ بالعينين، مثل تراجع بالجفن العلوي وتبقى فتحة العين واسعة، أحيانا احمرار والتهاب بالصلب المحيطة بالعين، أحيانا حس حرق أو حس جسم وجود جسم أجنبي في العين، حتى أو ألم، حتى ألم خلف مقلة العين أو عند تحريك العينين، ممكن توصل لمرحلة متقدمة تهدد الساحة البصرية حتى. دكتور طبعا يعني ما شاء الله اعطيتنا شرح وافي عن الاعراض اللي ممكن تصيب سواء كان فرط في النشاط او خمول في الغده الدرقيه، بس طبعا وانت خبرتنا ان في المشاكل ممكن تكون في الغده نفسها او في الغده النخاميه اللي هي يعني مثل ما تقول تتولى وظيفه ان هي تعطي الغده الدرقيه الاشاره او الاوامر على اساس انها تفرز الهرمونات. دكتور اذا نقف عند الاسباب الى هذه المشاكل، يعني شنو الاسباب اللي تؤدي الى فرط او الى خمول او حتى مشاكل في الغده النخاميه، فما هي الاسباب اللي تؤدي الى هذه الاعراض اللي انت شرحتها؟ طبعا احنا نسمي الامراض الغده الدرقيه اللي يكون السبب الرئيسي فيها هو الغده النخاميه نسميها امراض درقيه ثانويه، لانها ناتجه عن سبب اخر اللي هو سبب الغده النخاميه. عاده من الممكن يكون يصبح نقص في افراز التي اس اتش من اصل الغده النخاميه نتيجة وجود ورم أو نتيجة وجود نزف داخل الغدة النخامية، أو حتى أحيانا يكون نقص احنا نسميه في قسم نسميه مجهول السبب غير معروف بالرغم من كل الاستقصاءات والتحاليل. أو من الممكن زيادة إفراز الغدة الدرقية يكون ناتج عن وجود ورم مفرز للتي اس اتش، وهذه حالة نادرة جدا جدا. الأمراض اللي تصيب الغدة الدرقية بالذات احنا نسميها أمراض الغدة الدرقية البدئية. عادة السبب الأشيع لقصور الغدة الدرقية
هو القصور للغدة الدرقية أو يسمونه الالتهاب الليمفاوي المناعي الذاتي. في هذه الحالة الجسم يقوم بإنتاج أضداد أو أجسام مضادة تقوم بمهاجمة الغدة الدرقية وتؤدي إلى تخريب هذا النسيج. طبعا تسبب قصور الغدة الدرقية دائما مدى الحياة لأنه النسيج المفرز تخرب. السبب الرئيسي للآلية المناعية الذاتية حتى الآن غير معروف، ولكن ممكن ربطه بالعوامل الوراثية. السبب المطلق لآلية لحدوث الآلية المناعية أيضا غير معروف، في عدة نظريات تحدث حول عوامل بيئية، حول التهابات، حول بعض الأدوية. الأسباب الأخرى لقصور الغدة الدرقية تشمل المعالجة بالأدوية المضادة للدرق أو التي تعالج فرط نشاط الدرق. هاي الأدوية سواء كانت الأدوية أو باليود بعد فترة طويلة أو بعد فترة حتى قصيرة ممكن من العلاج تسبب قصور بالغدة الدرقية، قد يكون دائم هذا القصور. فممكن المريضة تكون تعاني من فرط نشاط وبعدين يتحول إلى قصور. نتيجة العلاج ممكن يتحول إلى سواء درقي يعني درق طبيعية ثم مع الزمن يتحول إلى قصور درقي. ممكن بعض الأدوية الثانية مثل الليثيوم اللي يستخدم بعلاج المشاكل النفسية أو الأميودارون يستخدم بعلاج الأمراض القلبية أيضا من الممكن يسبب قصور الغدة الدرقية. نقص اليود سابقا كان يعتبر كسبب شائع لقصور الغدة الدرقية، حاليا نتيجة إضافة يود للطعام يعني لا يمكن اعتباره كسبب رئيسي أو كسبب أول لقصور الغدة الدرقية. دكتور طبعا ذكرت لنا أن في اختلاف بين الأعراض بين النساء والرجال، بس لو تخبرنا هل يعني يكون أكثر شيوعا عند النساء أو الرجال؟ طبعا اضطرابات الغدة الدرقية هي اضطرابات تصيب كل الأعمار وتصيب كل الأعراق حتى وتصيب كل الجنسين الذكر والأنثى، ولكن هي أشيع في منتصف العمر. طبعا قصور الغدة الدرقية يزداد مع تقدم العمر، هي أشيع عند النساء. قصور الدرق أشيع عند النساء تقريبا بحوالي 6 إلى 8 أضعاف من الرجال. داء غريفز أو فرط النشاط أشيع عند النساء بحوالي 10 أضعاف. دكتور إذا وقفنا الحين عند موضوع التشخيص، يعني سواء التشخيص للغدة الدرقية نفسها أو المشاكل الأخرى اللي ممكن تكون مشاكل يعني تسبب إلى مشاكل ثانوية في الغدة الدرقية، فما شنو أساليب التشخيص اللي تستخدمونها كأخصائيين، ونصيحتك حق أساليب التشخيص اللي يستخدمونها أطباء العائلة في المراكز الصحية قبل تحويل هذه المرضى إليكم كأخصائيين؟ طبعا احنا عند البحث عن مشكلة غدية احنا لنا طريقتين للبحث، شيء نسميه مسح، يعني هو البحث عن وجود مرض عند شخص لا يعاني بالأصل من أعراض صريحة وواضحة، وبالإضافة للبحث عن مرض عند شخص يعاني من أعراض. طبعا إجراءات المسحية عند المجموعة العامة عند الأشخاص احنا نسميهم عالية الخطورة، نكتفي عادة بتحليل الـ TSH. احنا نكتفي بتحليل الـ TSH لأن الـ TSH هو عمره الحيوي بالدم طويل تقريبا بحدود الأربع إلى ثمان أسابيع، فهو يعبر عن حالة الغدة الدرقية ضمن فترة طويلة. تحليل الـ TSH هو يعتبر إذا كان طبيعي يعتبر كافي. نعم. بالنسبة للأشخاص الغير عرضيين أو لا يعانون من أي شيء يعتبر كافي، وهذا يخبر الفحوصات الدورية. الفحوصات الدورية هذا يخبر أن المريض بخير وما نحتاج لفحوصات أبعد أو أكثر. بالنسبة للأشخاص اللي يعاني من أعراض صريحة لابد من إجراء الـ TSH مع الـ Free T4 اللي هو الثايروكسين مع الـ T3. طبعا في علاقة ما بيناتهم، في إحنا نسميها هاي علاقة يسمونها التلقيم الراجع، انه الـ TSH لازم يكون ضمن الطبيعي ورافقه وجود T3 او T4 ضمن الطبيعي. اذا كان TSH عالي والـ T4 نازل هذا يعبر عن قصور الغدة الدرقية. نعم. اذا كان TSH نازل جدا وكان T4 او T3 او كلاهما عاليين هذا يعبر عن فرط نشاط الغدة الدرقية. طبعا مرضى الغدة الدرقية اللي عندهم قصور الغدة الدرقية إذا كان بالفحص السريري لا يوجد شيء مهم في فحص الغدة الدرقية السريري، لا يوجد شيء مهم، التحاليل حد لحالها كافية. نعم. بتشخيص قصور غدة درقية. حتى نعرف أن هذا القصور دائم أو مؤقت هذا يتطلب مجموعة من الأضداد الغدة الدرقية، يتطلب تفصيل واسع للقصة المرضية، علاقتها التحاليل بالولادة، علاقتها بالحالات السابقة بالأمراض الأخرى، يعني هذا التفصيل آخر. اما اذا كان طبعا ما يهمنا انه معرفه السبب 100% في قصور الغده الدرقيه لانه بالنهايه العلاج واحد لكل الحالات. بفرض نشاط الغده الدرقيه لابد من معرفه السبب، لانه العلاج على المدى الطويل ونوعيه العلاج تختلف من حاله واخرى، تختلف ما بين المناعة الذاتي اللي هو غريفز، تختلف ما بين وجود التهاب بالغده الدرقيه، ايضا ما بين وجود عقد او عقده وحيده مفرزه نسميها أدينوما حارة أو أدينوما سامة تزيد من إفراز الغدة الدرقية.
بهذه الحاله نلجا للايكو او تصوير الامواج الفوق صوتيه للغده الدرقيه. احيانا في بعض الحالات اذا كان ما اعطى معلومات كافيه للالتراساوند نلجا للتصوير بالومضان باليود المشع اللي هي صبغه اليود حتى نوصل للتشخيص. طبعا في حال وجود عقد، في حال وجود كيسات كبيره الحجم، ممكن في بعض الحالات نلجا للتصوير المحوري المتعدد الشرائح حتى نشوف علاقة الغدة بالجوار، ضغطها على المريء وعلى الرغامة، ممكن في بعض الحالات حتى نلجأ للمرنان. يعني هاي الوسائل التشخيصية المتاحة حاليا، يعني ستيب باي ستيب تماما، وهاي الوسائل كافية لوضع تشخيص نهائي للغدة الدرقية. طبعا دكتور احنا بنتكلم عن العلاج بالتفصيل، بس بما ان احنا نتكلم عن وسائل التشخيص، اذا كان الشخص يتعالج عن الغدة الدرقية شنو التحاليل اللي تسوونها علشان تشوفون كمتابعة الريسبونس حق التريتمنت؟ تمام. مشان قصور الغدة الدرقية عادة احنا نتابع استجابة المريض للعلاج، اللي هو العلاج هو الثايروكسين او الهرمون البديل، لانه الغدة تفرز هرمون ثايروكسين، فكلما خف افرازه او تخربت الخلايا زادت الحاجة لهذا الثيروكسين. فاحنا بالمتابعة نعتمد على تحليل التي اس اتش بالدرجة الاولى اللي مفرز من الغدة النخامية، بسبب انه هو عمره بالدم اطول بحدود الاربع اسابيع الى ثمان اسابيع. ما نعتمد بدرجة كبيرة على الثايروكسين بالدم لأنه عمره تقريبا بحدود 8 أيام. فالتي اس اتش يعطي فكرة عن مطاوعة المريض، عن التزامه بالدواء خلال فترة شهرين، بينما الثايروكسين يعبر عن التزام المريض بفترة 8 أيام أو 7 أيام حتى 6 أيام. فالتي اس اتش هو المعيار الرئيسي ومهم في متابعة المريض قصور الغدة الدرقية البدئي الناتج عن الغدة بحد ذاتها. بالنسبة لفرط الإفراز الغدة الدرقية بالفترة المرحلة الأولى تكون متابعة عن طريق تحليل الثايروكسين والتي 3 أو بشكل بسيط تحليل الهرمون المرتفع ببداية التشخيص. بالفترة الأولى ما اعتمد بدرجة كبيرة على التي اس اتش لأنه التي اس اتش يكون نازل، ممكن هذا نزول تي اس اتش يستمر فترة أشهر طويلة لحتى يتصحح. ومن الممكن أنه يرجع الوضع الغدة الدرقية طبيعي، إفراز الفري تي 4 أو الثايروكسين بالإضافة للتي 3 طبيعي مع وجود تي اس اتش نازل على المستوى الطبيعي، لانه حتى ترجع الغده النخاميه تشتغل وتعرف انه رجعت الامور طبيعيه تحتاج لفتره طويله. دكتور الحين يعني تطرقنا لموضوع العلاج، بس الحين ناخذ العلاج بالتفصيل، سواء كان علاج لفرط نشاط او لخمول في الغده الدرقيه، وبعدين بندش في العلاجات الثانيه اذا كانت المشكله خارج الغده الدرقيه بس تتسبب بمشاكل في الغده الدرقيه. فلو تعطينا دكتور بروتوكول العلاج. احنا في علاج قصور الغدة الدرقية عادة بغض النظر عن آلية السبب، متى ما عرفنا انه هناك قصور غدة درقية وتوقعنا انه هذا القصور هو دائم مدى الحياة، يعني وهو قصور صريح للغدة الدرقية بمعنى انه تي اس اتش عالي جدا مع فري تي 4 او ثايروكسين نازل، لابد من البدء بالعلاج. وهو العلاج واحد بغض النظر عن السبب المحدث لهذا القصور، سواء كان اشعة او كان جراحة او دواء او مناعي ذاتي. العلاج هو الثايروكسين، هو علاج معيض. العلاج يهدف بقصور الغدة الدرقية يكون الهرمون المفرز نازل، فالعلاج هو يهدف إلى تعويض هذا النقص بالهرمون، يؤخذ الهرمون على شكل حبوب من مصدر خارجي. تعويض الحبوب، لا يوجد حد الآن علاج ينشط الغدة الدرقية أو يعيد إفرازها من جديد أو يرجعها للوضع الطبيعي. العلاج هو ثيروكسين، وهو علاج وحيد وفعال وآمن وسليم حتى أثناء الحمل، ويتحمله الإنسان مدى الحياة كاملة. وهو علاج قديم يعني. علاج زيادة إفراز الغدة الدرقية أو فرط النشاط عادة لابد من معرفة السبب المرضي، بس بشكل عام إحنا عندنا ثلاث خيارات من العلاج. ممكن نستخدم الأدوية، إحنا نسميها الأدوية المضادة للدرق، هاي موجود حوالي ثلاث أنواع من الأدوية المضادة للدرق. عادة نبدأ بجرعات كبيرة، نعاير ونراقب الهرمونات، نخفف الجرعات مع مرور الوقت نتيجة الاستجابة حتى نوصل لجرعة أخيرة إحنا نسميها جرعات صيانة، هي جرعة صغيرة جدا. عادة بهاي الحالة تكون فترة العلاج طويلة، إذا كان عندنا جرافس ديزيز ممكن تطول فترة العلاج ما بين السنة حتى السنتين. طبعا علاج فعال وقسم كبير من الأشخاص يتحسن ويحصل شفاء أو احنا نسميه هدوء تام بعد إيقاف العلاج. سيئات هذا العلاج أنه نصل للوسوائل الدرقية أو الوضع الطبيعي بعد فترة طويلة ممكن أكثر من سنة، بالإضافة إلى هناك احتمالية حدوث نكس، يعني أثناء العلاج مع أخذ العلاج والجرعات الصحيحة والأمور الجيدة يتطور فرط إفراز غدة درقية من جديد. ممكن نكس حتى بعد إيقاف العلاج بسنة بسنتين أو أكثر حتى يتطور زيادة إفراز غدة درقية من جديد.
بالإضافة أنه هذا العلاج ممكن بالمستقبل يسبب قصور دائم بالغدة الدرقية. العلاج البديل هو احنا نسميه اجتثاث أو تخريب الغدة الدرقية بواسطة اليود المشع أو كبسولة اليود، تنعطى على شكل كبسولة عن طريق الفم، تقوم بتخريب الغدة الدرقية بشكل كامل. هلا أيضا ممكن نوصل للمستوى الطبيعي للغدة الدرقية بعد تقريبا بحدود شهر إلى شهرين. في احتمالية أنه الشخص يحتاج عدة حالة عدة جرعات من هذا الدواء، أيضا ممكن بالمستقبل يتطور قصور غدة درقية دائم. هذا العلاج طبعا غير مناسب للحوامل، غير مناسب للأشخاص أو النساء اللي يخططوا للحمل، لأنه يجب إيقاف الحمل أو تخطيط الحمل على الأقل 6 شهور بعد أخذ هذا الدواء. الخيار الآخر اللي هو الجراحة. عادة الجراحة تكون استئصال كامل للغدة الدرقية إذا كان مع المريض من عدة عقد سمية أو حارة، أو استئصال كامل إذا كان يعاني من Graves disease، أو يكون استئصال عقدة إذا كانت وحيدة مفرزة استئصال العقدة لوحدها. طبعا الجراحة يعطي فائدة فورية لأنه المصدر زيادة الإفراز التغى استوصل، ولكن الجراحة يسبب نقص دائم مدى الحياة بالإضافة لاختلاطات الجراحة المعروفة. دكتور، هل العلاجات اللي ذكرتها بعدين بتعالج كل الأعراض اللي عند المريض، أو ممكن في بعض الأعراض ممكن تستعينون بعلاجات ثانية، مثلا خلينا نقول اضطرابات دقات القلب أو جحود العين أو هذه الأعراض، هل في علاجات ثانية مختلفة بس لهذه الأعراض؟ طبعا احنا علاج الغدة الدرقية والوصول للسوائل في قصور درق، مثلا علاج الغدة الدرقية والوصول للسوائل الدرقية كفيل انه يلغي كل الأعراض المتعلقة بالغدة الدرقية. من الممكن بعد الوصول لمرحلة السوائل الدرقية وتكون تحيل الغدة الدرقية طبيعية 100%، لا يزال المريض يعاني من أعراض ثانية تكون هذه الأعراض ليس لها علاقة بالغدة الدرقية، يجب البحث عن سبب آخر، خصوصا في أمراض الدرق المناعي الذاتية لأنها تترافق مع أمراض ثانية مثل نقص فيتامين بي 12، مثل إصابة التهاب مفاصل الروماتيزم، أو حتى في الداء السكري أو المرض اللي يسمونه الذئب الحمامية. لابد من البحث عن الأسباب الأخرى المرافقة. بالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية، عادة العلاج يستغرق وقت حتى يعطي الفائدة، ممكن بشهر، وإحنا ما نقول إنه صار في فائدة حتى تكون الهرمونات بالمستوى الطبيعي. في علاجات احنا نسميها في فرط نشاط علاجات عرضية تعالج الأعراض تخفف لبين ما يشتغل الدواء. نعطي مثلا شيء نسميه احنا حاصرات بيتا بلوكر مثل الانديرال او غيره، تسيطر على الاعراض، تخفف من القلق، تخفف من الارق حتى ومن الرجفان، تسرع دقات القلب. يعني هذه معظم يعني تعطون علاجات مسانده. في حال الجحوظ، قسم كبير من الجحوظ والاضطراب العيني يتحسن بمجرد تحسن الغده الدرقيه، في قسم لا يتحسن. يستدعي إضافة جرعات عالية من الكورتيزون لمدة طويلة، ممكن حتى نصل لمرحلة الجراحة العينية في حالات شديدة المهددة للنظر. دكتور، احنا تكلمنا عن المشاكل اللي ممكن تصيب الغدة وتشخيصها وعلاجاتها، بس يعني الوقاية خير من العلاج، وفي وايد ناس الحين يمكن قاعد يطالعون هذه الحلقة ويقولون كيف أقي نفسي من مشاكل الغدة الدرقية؟ على اعتبار انه الغدة الدرقية معظم أسبابها هي مناعية ذاتية، أسباب مناعية ذاتية حتى الآن غير معروفة، فلا يوجد سبيل واضح وصريح للوقاية من الغدة الدرقية. حاليا في حديث حوالي عن السيلينيوم، يعني هو المعدن الزهيد موجود، إنه السيلينيوم ممكن يقي من أمراض الغدة الدرقية، ولكن هذا غير مثبت 100%. الأمراض المناعية الذاتية مثل الداء السكري النمط الأول لا يمكن الوقاية منه. العقد الدرقية التي تزيد السمية أو الحارة أيضا الآلية الأساسية لها غير معروفة حتى الآن، هي ترتبط بالوراثة أكثر، أيضا لا يمكن الوقاية منه. الشيء الوحيد ممكن الوقاية منه طبعا الأدوية اللي ممكن تجنب الأدوية المسبب المعروف أنها تسبب الغدة الدرقية إلا إذا كان لها استطباب صريح وواضح. الشيء الوحيد ممكن الوقاية منه ونجحوا بالوقاية منه هو نقص اليود. حاليا كان سابقا نقص اليود خاصة بالمناطق الجبلية يسبب زيادة بحجم الغدة الدرقية بشكل كبير جدا، يسبب نقص بالإفراز الغدة الدرقية. إضافة اليود لملح الطعام حاليا وتوفر الأطعمة البحرية بكل مكان بالعالم خفف بدرجة كبيرة من هذا الموضوع. ماذا عن يعني احنا بهالحالة الأهم من الوقاية هو التشخيص الباكر أو المسح أو البحث عن المرض قبل ما يوصل للمراحل المتقدمة. نشر التوعية أكثر حق المرضى. وهل مثلا في يعني تتفضل دكتور قلت في مثلا فحوصات دورية نسويها، هل في فترات معينة أنت تنصح فيها؟ يعني مثلا بعد عمر معين يسوون له فحص TSH ولا يكون يعني
وهل مثلا كل سنه يسوونها مره؟ او على حسب الاعراض. لا لا حاليا الشخص اللي يعاني من اعراض الغده الدرقيه يجب يحلل تحاليل الغده الدرقيه ويمسح هذا الموضوع. بالنسبه عند الاشخاص الغير عرضيين احنا نحدد مجموعه من الاشخاص عاليين الخطوره احنا نسميهم، هذول الاشخاص العاليين الخطوره لتطوير مرض متوقع بالغده الدرقيه، هؤلاء الاشخاص لازم سنويا يعيدوا تحاليل الغده الدرقيه. تشمل هذه المجموعه الاشخاص القصه عائليه، يعني وجود فرد بالعائله مصاب بامراض الغده الدرقيه. تشمل وجود امراض مناعيه ذاتيه مثل الروماتيزم او الداء السكري النمط الاول او غيره. تشمل ايضا النساء مع قصه اسقاطات متكرره مع عقم. تشمل اضطرابات الدوره الطمثيه ايضا. تشمل الاشخاص المعرضين لاشعاعات بمنطقه العنق او الراس او حتى معالجه اشعاعيه. تشمل ايضا اشخاص الموضوعين على علاجات معروف انها تسبب مشكله بالغده الدرقيه. هذول ينصح سنويا باجراء تحليل الغده الدرقيه من اجل الكشف. دكتور طبعا احنا من خلال برنامجنا نحب ننشر الايجابيه، فاذا ممكن تكلمنا عن حالات عالجتها ويعني وتعالجوا وشفوا من مشاكل الغده ان كان خمول او نشاط. احنا نعرف انه القصور الغده الدرقيه هو غالبا قصور دائم مدى الحياه. فما يوجد علاج شافي 100%، انما احنا نقدر نسيطر عليه. طبعا علاج سهل وبسيط هو علاج فموي حبوب. معظم المرضى يوصلون لمرحله سواء الدرقي او التحاليل الطبيعيه للغده الدرقيه او حتى التحسن السريري من حيث زوال الاعراض. وهذا الشيء بس حتى لو كانت النتيجه نورمال ممكن انهم ستيل يعانون من الخمول؟ نبحث عن اسباب اخرى او ننتظر ونرد نشيك مره ثانيه اذا ظهرت اي اعراض؟ طبعا احنا الاشخاص الموضوعين على العلاج تحت مراقبه دائمه. بالفتره الاولى نراقب تقريبا كل 6 اسابيع، بعدين بعد توصل لمرحله مقبوله من سواء الدرقيين نشيك بعد كل 3 اشهر ثم كل 6 اشهر ثم سنويا، لانه هاي فتره طويله ومدى الحياه تتم العلاج. في حالات كثير من الاشخاص اللي كانوا يعانون من العقم اسقاطات مكرره طلع المشكله هي فقط موضوع دواء ثيروكسين وعلاج بالغده الدرقيه. حالات فرط النشاط هي الحالات القابله للشفاء سواء كان بالجراحه او باليودا، ايضا هي حالات كثيره. بشكل عام امراض الغده الدرقيه هي امراض سهله وبسيطه، هي امراض غير مميته او غير مستعصيه او حتى غير معقده. الكشف عنها بسيط غير مكلف غير معقد حتى لا يتطلب استقصاءات كثيره، بالاضافه الى انه العلاج هو علاج سهل. نعم. دكتور هل هناك فرق بين مشاكل الغده الدرقيه لدى الاطفال ولدى الكبار؟ يعني هل ممكن تصيب الاطفال؟ طبعا مشاكل الغده الدرقيه ممكن حتى تصيب الرضع الولدان، ممكن تصيب الاطفال، هي تصيب كافه الاعمار. عاده الاطفال بسن النمو علامات الغده الدرقيه تكون على شكل نقص تركيز، على شكل تاخر بالمستوى الدراسي احيانا، تاخر بالنمو، قصور بالقامه، تسبب ممكن تاخر بالبلوغ او حتى بلوغ مبكر. نعم. هاي الاعراض او الخمول طبعا اضافه للاعراض الكلاسيكيه الاخرى من الامساك والخمول والنمو. عند الرضع ممكن تكون في علامات مميزه مثلا وجود فتق سري، وجود لسان ضخم او كبير، وجود الشحوب، رخاوه العضلات، ايضا تاخر بتطور الروحي الحركي، التطور الروحي من حيث النظر ومراقبه الام او التكلم او اصدار الاصوات، حتى التاخر التطور الروحي من حيث الحركه والتقلب، بكاء المستمر، رفض الرضاعه احيانا، اضافه الى تطاول مده اليرقان اللي هو الاصفرار اللي يصير خلال فتره ما بعد الولاده عند الرضيع. فاعراض موجوده بكل الاعمار. دكتور هل في دراسات حديثه سواء لتشخيص او علاج مشاكل الغده؟ عاده احنا مثل ما اسلفنا انه العلاج هو يعتمد على وظائف الغدة الدرقية أو هرمونات الغدة الدرقية ووجود اضطراب فيها بالدم، وهذه الطريقة للتشخيص طريقة قديمة وفعالة وتكشف تقريبا 100% من اضطرابات الغدة الدرقية. أيضا من ناحية العلاج الألتراساوند لا يزال الأشعة الأمواج الفوق صوتية بالإيكو لا تزال هي الطريقة الأكثر نوعية والأكثر حساسية في تشخيص كل أمراض الغدة الدرقية، تعطي فكرة قيمة جدا عن حجم الغدة الدرقية، عن محتواها، عن ترويتها، عن ضغطها للرغام والأعراض، ممكن نجعل الوسائل البقية. أنا بأرجع بعد لموضوع الأطفال، هل العلاجات للأطفال يعني مشابهة للعلاجات للكبار؟ تقريبا مشابهة للعلاجات للكبار. عند الأطفال احنا نلجأ بقصور الغدة الدرقية للتيروكسين.
بفرط نشاط الغده الدرقيه نلجا اكثر شيء الى موضوع الادويه، العلاج الدوائي هو المفضل عند الاطفال. نعم. دكتور، كلمنا عن علاقه الغذاء الصحي وتنظيم الوجبات بمشاكل الغده الدرقيه. حاليا سابقا كان يربط قصور الغده الدرقيه وزياده حجم الغده الدرقيه بنقص اليود. نعم. فكان هناك سبب بالاطعمه والاغذيه يفسر خاصة بمناطق الداخلية البعيدة عن البحر وسكان الجبال. حاليا مع إضافة يود للطعام تقريبا هذا السبب أصبح نادر جدا. يعني بشكل دقيق يعني حتى الآن لا يوجد هناك أي علاقة واضحة وصريحة 100% ما بين الطعام أو الحمية الغذائية واضطرابات الغدة الدرقية، لا من حيث الوقاية ولا من حيث حتى المساعدة بالعلاج. لكن بشكل عام يعني مطلوب، بس يمكن حق تنزيل الوزن أو زيادة الوزن يعني على حسب الأعراض. طيب هاي تعالج أعراض ثانية يعني. ولكن بشكل عام يعني المطلوب من الكل حمية متوازنة غذائية. بس الحمية ما تعالج مشكلة الغدة، بس تعالج ممكن الأعراض. تعالج طبعا، تعالج موضوع الوزن، الحمية لا تعالج موضوع الجحوظ أو موضوع صحيح. وبتعالج المشاكل الثانية اللي ممكن تظهر إذا ما تم التعامل فيها. وتساقط الشعر وغيره. دكتور، طبعا احنا الوقت بدا يداهمنا، بس في احنا تكلمنا في الأعراض عن الأعراض المختلفة اللي تصير سواء كان في الخمول أو في فرط النشاط، بس أبي أركز على موضوع درجة حرارة الجسم، يعني سواء كان الشعور بالبرد أو الشعور بالحرارة، شلون علاقة الغدة الدرقية بهذه المشكلة؟ مع أنه هرمونات الغدة الدرقية تتدخل بشكل رئيسي بموضوع الاستقلاب أو عمليات الأيض داخل الجسم، اللي هي عمليات الهدم والبناء داخل الأنسجة أو عمليات استهلاك وتوليد الطاقة داخل الخلايا. فالمستوى الطبيعي عادة يحقق مستوى متوازن أو مستقر من الاستقلاب. مستوى الهرمونات الأقل من المطلوب يسبب بطء في عمليات الاستقلاب، بطء في توليد الطاقة، فهذا يسبب زيادة حساسية الإنسان للبرد، يشعر بالجو أنه أبرد بشكل واضح عن الأشخاص العاديين. طبعا بالمراحل المتقدمة جدا احنا نسميه قصور الغدة الدرقية العميق الغير معالج، ممكن يصح انخفاض درجة حرارة الجسم، ولكن شيء بسيط يعني ما هو ملحوظ 100%. أيضا زيادة إفراز الغدة الدرقية أو مستويات عالية لأي سبب من هرمونات الغدة الدرقية تترافق مع زيادة إنتاج واستهلاك الطاقة ودوران الطاقة بالجسم. هذا بحد ذاته يزيد من إحساس الإنسان بالحرارة أكثر من الأشخاص الطبيعيين. ايضا بالمراحل المتقدمه جدا فرط نشاط الدرق ممكن نلاحظ زياده بدرجه حراره الجسم، لكن ليست كمستوى الحراره الناتجه عن الالتهابات او الامراض الجرثوميه او الفيروسيه. قد يكون مؤشر يعني لضروره انه عاده حتى يوصل للمسألة هالمرحله يكون مر بكل اعراض كل شيء ومشاكل الغده الدرقيه، فاللي اذا ما انتبه عليها من البدايه. دكتور، بس في النهايه يعني علشان ما نطول، تكلمنا عن الغده الجاره الدرقيه وعلاقتها بالغده الدرقيه وظائفها. الغدة الجارة الدرقية تفرز هرمون البي تي اتش احنا نسميه، هذا الهرمون هو مسؤول عن تنظيم الكالسيوم بالجسم، هناك علاقة ما بين هذا الهرمون والكالسيوم، ارتفاع هذا الحالة الطبيعية ارتفاع الكالسيوم ليس سبب كان مثل تناول كميات كبيرة من فيتامين دي أو انحلالات عظمية أو كسور أو تثبيت زائد عدم الحركة، يخف لهذا الهرمون ناقص، نقصان فيتامين نقصان الكالسيوم بالدم لأي سبب آخر مثل نقصان فيتامين دي أو سوء امتصاص أو شيء يخلي هذا الهرمون مرتفع. طبعا كتأثير صريح وواضح ما بين الغدتين، ما هو التأثير هو تأثير التجاور، انه في حال استئصال الغدة الدرقية من الممكن انه تستأصل، لانه هي غدة صغيرة جدا ممكن تستأصل جرات الدرق اثناء العملية، خصوصا في عملية استئصال الغدة الدرقية الكاملة. هي علاقة تجاور ليس اكثر. بس في الوظائف بس في الوظائف هناك اختلاف ما بيناتها. طبعا دكتور، في كلمة أخيرة تحب يعني توجهها للمشاهدين، نصيحة قبل ما نختم؟ احنا دائما ننصح الجمهور دائما بتحري امراض الغده الدرقيه، خصوصا عند الاشخاص عاليين خطوره لتطوير امراض الغده الدرقيه، لان وسيله الفحوص هي وسيله رخيصه سهله متوفره دائما، العلاج هو علاج فعال متوفر دائما، بالاضافه للفوائد الناتجه عن العلاج هي فوائد كبيره خصوصا على المدى الطويل. شكرا جزيلا لك دكتور، يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. انا سمعت اعزائنا المشاهدين، كما عندنا اليوم الدكتور ماهر شاهين اخصائي الغدد الصماء، نشكر الدكتور على الحضور على المعلومات القيمه، ولنا لقاء يجدد معكم الاسبوع القادم في نفس الموعد باذن الله. في الختام نتمنى لكم دوام الصحه والعافيه. مع السلامه. مع السلامة.